السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتي فاتي فليفل. كنتمنى ان تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكون اموركم هانيه. وبغيت نشكركم جزيل الشكر على التشجيعات ديالكم، على التفاعل ديالكم معايا في القناه، وكذلك على الكلام الطيب ديالكم. راني كنقرا التعليقات ديالكم وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالاقتراحات وكذلك بالتطبيقات اللي كتشجعني وكتخليني دائما نمشي للقدام. إذن فيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على هذه الوصفة سهلة دغيا كتوجد، والأهم بنينة دائما في إطار السهل والبنين، فخليكم معايا باش نكتشفوا طبق ديال اليوم. إذا بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج أطراف ديال الصدر ديال الدجاج اللي يكونوا من نفس الحجم، 250 مللتر ديال الوايبين كريم أو القشدة الطرية، تقريبا واحد خمسة المعالق ديال كبار ديال دقيق الفورس، بصلة صغيرة اللي قطعنا طرفات صغار، ربعة ديال الفصوص ديال الثوم. أنا استعملت هنا الحجم الكبير، إلا استعملتو حجم صغير ديرو خمسة، معلقة صغيرة ديال روزميري أو إكليل جبل، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال أوريغانو، ومعلقة صغيرة ديال البصلة غبرة، ملح وبزار حسب الذوق. غنحتاجو كذلك واحد تقريبا ربعة المعالق كبار ديال بارميزون تشيز أو فرماج ديال بارميزون، ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة، جوج معالق كبار ديال زيت العود، نسيت ما صورتهمش. وباش غنشرملو الدجاج ديالنا غادي نحتاجو هنايا واحد معلقة صغيرة ديال التومة غبرة، ملح وبزار حسب الذوق، وعصير نص حامضة. إذا هنايا كناخدو صدر ديال الدجاج كنديرو له شوية ديال الملحة البزار وكذلك ديك التومة غبرة، كنشرملو مزيان، ومن بعد كنعصرو عليه العصير ديال نص حمضة ونخليه يرتاح واحد تقريبا واحد الساعة. إلا كنا زربانين عليه فيمكن لينا أننا نطيبوه مباشرة. إذا كناخدو الدقيق ديالنا وكنديرو فيه داك بارميزون تشيز كنخلطو مزيان، ومن بعد كنغطسو فيه داك الصدر ديال الدجاج. من بعد ما كتسخن المقله ديالنا دائما على عافيه متوسطه كنضيفوا لها الزبده، ملي كتذوب كنديروا داك الدجاج ديالنا يطيب مده 5 دقائق لكل جهه، يعني المجموع 10 ديال الدقائق. اذا بعد ما طاب الدجاج كنحيدوه وكنحطوه وكنغطيوه باش يبقى لنا سخون. في نفس المقله غادي ندير ديك البصله اللي غنشحرها مزيان، من بعد غنضيف لها الثومه اللي طبعا حكيناها، العطريه، جوج معالق كبار ديال زيت العود، نخلط كل شيء ونخليه يطيب شويه دائما على عافيه متوسطه.
اذا من بعد غادي نضيف الوايبين كريم ديالي او القشده الطريه، غادي نخليها مده 5 ديال الدقائق فوق العافيه، ومن بعد غادي نضيف 6 ديال الدجاج، وغادي نخليه في هاد لاصوص هادي تقريبا حتى تبدا تختار ليا لاصوص، وديك الساعه غادي نطفي على المقله. هنايا غادي نمشيو نجدو السلطه المرافقه اللي هي ديال الماشروم الفطر او الشامبينيون. غادي نحتاج 450 غرام اللي من الاحسن يكون فريش، 3 ديال الفصول ديال الثوم، واحد تقريبا 3 معالق كبار ديال الزبده، الملح والبزار حسب الذوق. ردوا بالكم مع الملحه لان غادي نستعملوا معلقه صغيره ديال صوص سوجا، وغادي نديروا كذلك معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الاوريغانو او الزعتر. اذا كناخذ المقله كندوب فيها الزبده، ومن بعد كنضيف له داك الماشروم او الشامبينيون، كنسوطيه ومن بعد كنخليه يطيب تقريبا واحد ما بين 7 حتى 10 ديال الدقائق. صافي هنايا كنضيف الثومه اللي طبعا حكيناها، وكنديروا كذلك العطريه صوص سوجا، وكنخلي هادشي يطيب تقريبا ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. فكانوا هادو هما الاطباق اللي وجدنا اليوم، كما كتشوفوا ساهلين دغيا كيوجدوا، واللي كيعجبوا الكبار وكذلك حتى الصغار. انا بناتي كيحماقوا على الدجاج بهالطريقه هذه، فهنايا رافقتو بداك السلطه الخضراء كذلك الروز والشامبينيون سوتي اللي درت معكم في هذا الفيديو كذلك. فهذه كانت فكره الغداء او عشاء خفيف، كنتمنى انه يكون عجبكم وتشاركوا الوصفه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. فالمرجو الى كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه الضغط على جرس الاشتراك، وما تنساوش ثامز اب. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. خليتكم على خير، والسلام عليكم.